عن استمرار أزمة الكهرباء والغضب الشعبي المتزايد من تعاطي الحكومة في بغداد مع هذه الأزمة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح. لو دكتور صباح، السلام عليكم. كما تعرفون وتتابعون، الغضب الشعبي يتصاعد من تردي خدمة الكهرباء في العراق في ظل طبعا استمرار أزمة الكهرباء، لكن هنا كيف تابعتم تعاطي الحكومة مع هذه الأزمة؟ هل ترى حلول حقيقية ربما تقدمها الحكومة؟ حقيقة أثبت بالشيء القاطع للمواطن العراقي أن الحكومات التي جاءت بعد 2003 لا تمتلك الجدية ولا تمتلك المصداقية في حل كل شكل من أشكال الأزمات، وخاصة أزمة الكهرباء، حيث أصبحت كارثة من الصعب جدا أن نسميها أزمة، لأن الأزمات لها عوامل معينة ولها أسباب يمكن حلها بسرعة. أما مسألة الكهرباء فأصبحت حقيقة مسألة بالدرجة الأولى ممثلة سياسيا، يعني أزمة سياسية مستفيدة بها بعض الجهات إضافة إلى دول الجوار، يعني خاصة إيران التي تورد للعراق 1200 ميجا واط كهرباء، وبحدود حوالي 16 إلى 17 مليار قدم مكعب غاز سنويا لتشغيل المحطات العراقية. هذا الجانب بمعنى من يتحكم به ليس الحكومة العراقية، ويرافقه عدم وجود جدية لدى الحكومة العراقية في حل مشكلة الكهرباء من خلال توفير الغاز للمحطات الذي يعطينا الإمكانية في عدم شراء الغاز، حيث يوجد غاز مصاحب للنفط يقدر بحدود حوالي 18 مليار متر مكعب سنويا يتم عملية حرقه. لماذا؟ هذا الجانب الخطير الذي يدلل على شكل الفساد وعدم المصداقية لدى أي حكومة من الحكومات منذ 2003 لغاية اليوم. طيب، حتى حكومة الكاظمي. نعم نعم دكتور صباح، كما تفضلت نعم. الأزمات لها عوامل معينة، يعني 18 عاما تحديدا منذ احتلال العراق، العراقيون الشعب العراقي ينتظرون حل أزمتهم مع الكهرباء. هل تعتقد أن الأزمة في العراق سياسية أكثر من ما هي خدمية، حيث كما تعرفون صرفت على الكهرباء منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة ما يقارب 81 مليار دولار؟ هل الأزمة سياسية في ذلك دكتور صباح؟ بالتأكيد الأزمة سياسية، وبنفس الوقت أزمة أخلاقية، يعني الموجودين والمسؤولين عن وزارات الكهرباء أو بالأحرى الحكومة بكل أشكالها حقيقة لا تمتلك مصداقية في الحال، بسبب أولا رافق وجود هذه الأزمة هناك ضغوطات كبيرة جدا على إيران، ومفروض عليها عقوبات مختلفة من قبل الولايات المتحدة أو غيرها، فهي أصبحت أن العراق هو مفتاح الحل للتعويض عن خسائرها بالدرجة الأساسية عما أصابها من العقوبات التي استنزفت الاقتصاد الإيراني والإيرادات الإيرانية من حيث مبيعات النفط أو غيرها، فهي تقاسم العراقيين أو بالأحرى تسرق إيرادات العراقيين من خلال عمليات الفساد المختلفة بكل أشكالها، وبنفس الوقت تفرض على الحكومات عدم الاقتراب من أي شكل من أشكال الحل لأزمة الكهرباء. نحن نتكلم عن الكهرباء، هناك أزمات خانقة أخرى كما هو في الاقتصاد، في عمليات الضغط على وزارة الصناعة والزراعة والوزارات التي يمكن تشغيلها بالإيرادات الفلكية التي دخلت العراق أثناء ارتفاع أسعار النفط، ولكن لم تتمكن هذه الحكومات بسبب ارتباطها بالفساد ومافيات الفساد والضغوط السياسية على إيران. وآخر شيء هو
حصل الاتفاق في عمليات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مع كل من الأردن ومصر أو السعودية وغيرها. نعم. تعرضت الحكومة أيضا لضغوط إيرانية لعدم السماح للعراق لحل هذه الأزمة، لأن إيرانيا مستفيدة بالدرجة الأساسية من بيع الغاز وكذلك أيضا الكهرباء، إضافة إلى حالات الفساد الموجودة في وزارة النفط، إضافة للوزارات الأخرى التي تدر إيرادات للتعويض عن العقوبات التي تخسرها إيران. ولكن دكتور صباح، بحسب التقارير الفنية فإن محطة كهرباء تكلف 200 مليون دولار، وبينما تنفق الحكومة على موضوع استيراد الغاز الإيراني ما يزيد على 900 مليون دولار بحسب ما صرح به القاضي وائل عبد اللطيف البرلماني السابق. هنا يأتي الاستدراك، الحكومة تبرر عدم بناء هذه المحطات بالمصلحة العليا للبلاد، كيف تعلق على ذلك؟ حقيقة يعني أنا ما أعرف أن هل الحكومات من السذاجة تكلم أناس لا يفهمون. نعم. أي مصلحة هذه، وأن الكهرباء هي العمود الجوهري والأساسي لتوقف الصناعة وانخفاض الإيرادات في مجال الزراعة، انخفاض التطور الزراعي، الخدمات السيئة كلها مرتبطة بالطاقة الكهربائية. كيف ذلك؟ ما هي أين مصلحة العراق؟ لا مصلحة عامة في مسألة عدم تطوير وحل هذه الأزمة. إذن هناك سذاجة، وهذا الطرح لوضع الغشاوة أمام المواطن العراقي. هذا الجانب بصراحة يدلل على أن العملية السياسية وصلت مراحل خطيرة جدا، يجب العمل على استبدال جميع هذه العناصر التي تعمل على قيادة العراق بشكل جاهل أو بإدراك، ولكن مع سبق الإصرار لمصلحة طرف أو أطراف أو أحزاب فاسدة موجودة في السلطة. من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح اللو، شكرا جزيلا لكم.